خلينا ناخد سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي اسمعيني حضرتك اسمعيني من سيادة الشيخ؟ التليفون ووطي التلفزيون يا ستي سلوى، الله يرضيكي. طيب تمام حاضر. كنت بس أنا عندي بنت دكتورة والحمد لله حافظة حوالي 15 جزء من القرآن وبتصلي الحمد لله، بس لما بتيجي تنام بتشوف حاجات، تقول يا ماما بحس إن في حاجة في الأوضة، حاجة ماشية كده في الأوضة، لدرجة إن كانت تيجي تنام مثلا جنبي على السرير، قعدت قريت قرآن وكده، أنا فعلا حسيت إن في حاجة خارجة من عندي من الأوضة. طيب. فأنا مش عارفة يعني، وهي الحمد لله يعني مع ربنا إلى أقصى درجة والحمد لله، فإيه الحل يا فضيلة حاضر. الشيخ؟ كان عمرها يا فندم؟ حتى ده موقف يعني جوازها يعني كتير قوي، عرفان بلاش كتير. بلاش نخش في حته شرعيه، لا لا مفيش طيب حد وقف ماشي يا جواز. شكرا فندم، شكرا ماشي. يا ست سلوى. وبقول لاختنا سلوى، عايز بنت حضرتك تنام على وضوء، تحافظ على الصلوات في مواعيدها، قبيل النوم تقرا ايه الكرسي 7 مرات على كوب ماء، واخر ايتين من سوره البقره والفاتحه 7 مرات، اخر ايتين 3 مرات من سوره البقره، ايه الكرسي 7 مرات والفاتحه 7 مرات على كوبايه ميه، 7 ايام متتاليه تحافظ على هذا الكلام، سترى خيرا إن شاء الله، ولن ترى شيئا فيه أذى أو فيه شر إن شاء الله، ويصرف عنها أي شيء يؤذيها، وهذا ببركة القرآن. لكن خليني أقول لك إن الزواج رزق، وما بيد الله سبحانه وتعالى لا يعطله أحد ولا يمنعه أحد. وحطوا نصب عينكم، الكلام اللي قلت لكم في أول حلقة وإحنا بنتكلم عن الجن وعن السحر وعن الأعمال وعن كل الكلام ده، قلت لكم آية كبيرة قوي في سورة البقرة اللي هي أولها واتبعوا ما تتلو الشياطين، وقلت لك كده ربنا بيقول كده فيها: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى هنا ده الضابط، ده اللي يخلينا نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم، علشان نقول الجن مانع الزواج، ولا الشيطان مانع الرزق، ولا العمل مانع الرزق، لا خالص ابدا. يجوز ان انا اقول الحسد قال لي الرزق، يجوز. الحسد خلاني ما راجعش قران كويس، الحسد خلى نفسي بخيله، ليه؟ لان هذه الامور ورد فيها نص من سيدنا الرسول بانها يقع فيها الحسد. يقع الحسد لقارئ القرآن ولطالب العلم ولمنفق المال، هذه الأمور هي التي يقع فيها الحسد.